تخطف حقول البابونج الأنظار بجمالها الأخاذ، ولا يقتصر سحر البابونج على جماله فحسب، بل يمتد ليشمل فوائد صحية عديدة ويساهم في علاج العديد من الأمراض. وترمز زهرة البابونج للنقاء والبراءة والتفاؤل، وتضفي على الأجواء لمسة من البهجة والراحة النفسية، مما يجعلها محط إعجاب الكثيرين. ومع تفتح أزهار البابونج ينطلق موسم الحصاد، حيث يقوم المزارعون بجمع الزهور وتجفيفها للاستفادة منها في تحضير شاي البابونج ذو المذاق المميز والخصائص العلاجية. فيجلب موسم حصاد البابونج الفرحة والبهجة للمزارعين، حيث يمثل مصدر رزق لهم ولعائلاتهم. كاميرا الفرات تأخذكم في جولة لزيارة حقول البابونج في ريف إدلب الشمالي، والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلاب، حيث يفوح عبق البابونج في الأجواء خلال موسم الحصاد.